السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي في المقرر الأول يتحدث معكم المدرس مهندس محمد علي من قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع إلى الجامعة التقنية الوسطى. اليوم راح تكون محاضرتنا حول المجلدات والملفات من صفحة 132 إلى صفحة 135. محاضرة تقييم اليوم لأن نتعلم شنو الفولدرات وشنو الملفات وشنو نغيرها، وبنفس الوقت راح نعرف شلون نقدر نتعامل وياها والانتقال فيه. الفولدرات هي هذا شكلها، هذا شكل الفولدر هو الشكل الأصفر، يعني الفولدر يعني هذه مجموعة من الفولدرات، مثلا هذه مالت الجيم، فولدرات الشغل اللي أنا أشتغل فيه. الفولدر إذن يضم مجموعة معينة من الأعمال اللي أنا أقوم فيه. إذن شنو يعني لي بالبداية الفايل؟ الفايل اللي هو رموز الإيقونات اللي موجودة عندي اللي أشتغل فيها، مثلا فايل الوورد. فايل الوورد إله هو يعني لي أنس إيقونة اللي هو هذا الشكل الوورد، بعدين اسم الملف، بعدين extension، الاكستنشن مال الملف اللي هو docx، يعني هذا يقصد لي في ملف اللي يخص الوورد. أما بالنسبة لملفات الفيديو فمشكل المشغلات من الفيديو وويندوز ميديا بلاير راح أعرف أنه هذا هو ملف فيديو، أو ريال بلاير هذه النوعية، أو ملف أكسل، أو ملف وورد بوينت، إلى آخره من ملفات أخرى موجودة عندي، أو ممكن يكون فوتو كشكل صورة. إذن هذه كلها تعتبر على شكل فايلات. معناها افتهمنا شنو هو الفايل. إذن الملف هو عبارة عن شكل معين راح ينفتح يضم لي مجموعة من الفايلات، هذه تكون داخلة، ممكن يكون داخلة وورد، ممكن يكون داخلة أكسل، ممكن يكون داخلة فيديوهات، ممكن يكون داخلة صور، إلى آخره من الأشياء اللي يريد أخزنها. إذن الاختصارات اللي أقدر أوصل لها هي الشورتكت. في البداية راح يكون عندي فولدرات الملفات، يعني أنا عندي بالمكتبة باللايبراري إي مثلا عندي كتاب اللي هو كتاب تعلم ويندوز 7، هذا هو الملف الأصلي. يعني ما أريد كل شوي أروح أفتحه بالملف لايبراري إي، ففي الحالة هذه إيش راح أسوي؟ أسوي له شورتكت. الشورتكت راح يجيب لي على سطح المكتب على الديسكتوب، وعلى الديسكتوب صار عندي اختصار، وممكن كل ما احتاج اتعامل وياه اتعامل وياه بكل بساطة، واشتغل به، اغير، اسيف، انقل، اسوي له كوبي، الى اخره من الاعدادات الاخرى اللي احتاجها. اذا انا اي فولدر فتحته، اي ملف او اي مجلد، ممكن اغير اسمه. كيف اغير اسمه؟ رايت كليك على نفس الفولدر، راح تنفتح لي قائمة منسدلة إلى الأسفل. القائمة المنسدلة هذه راح يظل لي شكل، أنطيه رينم، راح أنطيه نيو فولدر، يعني أنطيه اسم جديد. أول بداية أنا خلقت الفولدر، بعدين أغير اسم الفولدر بالشي اللي أريده. الحالة هذه من أنطيت رينم راح يكون هذا يظلل عندي باللون الأزرق، من يظلل إذا أكتب عليه الاسم الجديد اللي أنا أحتاج. فنلاحظ أنه الاسم مثلا هنا أنا عندي غيرت الاسم من خلال لوحة المفاتيح، كتبته وطلعت اسم جديد سميته جيمز، وأضغط أنتر أتحدد الاسم الجديد هذا. حتى أنسخ الملفات من المجلدات من مكان آخر وأصدقها، شو راح أسوي؟ رايت كليك وأنطي كوبي على اسم الملف هذا، وبعدها راح يتحدد لي العنصر اللي أريده، أو أنطي كترال زائد سي. هذه المختصرات كلش مهمة وضرورية، لأن هذه من اللي يعرف يعني يشتغل حاسبة حتى يتعلم يشتغل بشكل صحيح، المفروض أنه كترال سي، كترال بي، إلى آخره. كل واحدة من عندهم كترال أي اللي هو يشمل لتظهر كل الملف، فهذه كل الضروري أني
أعرف استخدامهم حتى أني أشتغل بشكل صحيح، والكيبورد والحاسبة. إذا أما كنترول سي أو أختار كوبي اللي هو النسخ، فالحالة هذه راح يروح للعنصر المضاد اللي أريد أستنسخه، وأخلي بالمكان المطلوب أنطي بيست وأنطي كنترول في. كنترول في يعني راح يلصق لي بالمكان المطلوب، وراح أحدد المكان اللي أريد ألصقه به، ربما ألصقه ببارتيشن سي أو بارتيشن إي أو بارتيشن دي إف حسب البارتيشنات الموجودة عندي بالماي كمبيوتر. إذا في الحالة هذه ممكن أني أنسخ وألصق عدد كبير من الملفات دفعة واحدة، أظللهم كلهم بواسطة السلكت مالت الماوس، وبعدين أسوي عملية تحديد هاي العناصر وأسوي لها استنساخ. نرجع مرة الأخ أنه كيف أني أنشئ اختصار للملف على سطح المكتب. حتى أسوي اختصار على الملف، أروح بالماوس رايت كليك على هذا الملف، ومن الخيارات أسوي شورت كات. من هاي الخيارات أقول لك create short cut، معناها أخلق لي short cut جديد، أو أقول له send to يعطي ودي لي على الديسك توب، وأقول له create short cut. يعني منها من send to، بالخيار send to أختار الجزء الثاني اللي هو هذا الديسك توب create short cut. راح يظهر لي اختصار على سطح المكتب، يظهر شكل الملف اللي أحتاجه بسطح المكتب. حتى أصفح المجلات مجلدات وأستخدمها طريقة العرض المختلفة إلها، أي فولدر أروح عليه اللي هو لونه اللون الأصفر هذا من ضمن هاي النافذة، مجرد أما رايت كليك وأنطي أوبن أو دبل كليك وأفتحه، راح يوصلني الفولدر المطلوب اللي أحتاج أشتغل عليه. إذا نلاحظ إنه عندنا مجموعة من المجلدات الفرعية احتمال موجودة داخل هذا الفولدر، بحيث انه انا مجرد ان اقرا عليها في الماوس الايمن راح ينطيني اطار هذا المجلد المفتوح، واقدر اتعامل وياه واشوف هذا الشيء يحتوي لي من المجلدات الاخرى. اذا انا بالفيو اقدر انه اشوف هذه المجلدات اللي عندي، اعرف هذه اللي موجود داخله، اما اعرضه بلارج ايقونه او ميديوم ايقونه او سمول ايقونه حسب ما أنا أريده، أو أعرضه بالشكل الاعتيادي اللي هو معتاد عليه. الاحتمال أنه أنا اكسترا لارج إيقونة، يعني أستخدم رموز مجلات بأحجام كبيرة للغاية. إذا هنا أقدر أغير حجم هذه الفولدرات المجلدات مجرد برايت كليك، وأختار فيو اللي هي طريقة العرض، وأعرض بها المجلد المطلوب. نلاحظ ان هاي القائمة الفرعية احنا راح يعني لنا اياها، شنو هذه؟ هي رموز مجلدات بشكل كبير للغاية، هنا بشكل احجام كبيرة، بشكل متوسط الميديوم، السمول صغيرة، لستة اللي هو لستة صور القائمة، الديتولز اللي هو يستخدم رموز احجام صغيرة، رموز المجلدات هذه الى اخره من التفاصيل الموجودة عندي هذه القائمة المسجلة اللي تظهر. نرجع لكتابنا، أنا قبل شوية سردت التفاصيل الكاملة، فهسه بكتابنا راح نشوف أنه المجلدات والفولدرات اللي صفحة 132 يستخدمها نظام الويندوز تخزين وإدارة الملفات حتى تصبح أن سهولة الوصول، بحيث نقدر نحدد أي مجلد من اللابتوب اللي عندنا نخليه على سطح المكتب أو المكتبة اللابتوبية، بحيث يكون هو الوضع الافتراضي لخزن الملفات أو المستندات اللي عندنا، وبشريط العنوان التايتل بار هذا اللي انقلنا إلى المكان اللي نحتاجه، ممكن أصغر أو أكبر أو أنتقل أو أسوي سيرش بار حسب الفولدر اللي أحتاجه اللي أنا أريد أفتحه وإلى آخره. هسه لاحظوا نشوف الصورة اللي عندنا. هنا عندنا فتحنا من اللايبراري، هذه اللايبراري ضغطنا عليها فتحت لنا هنا الدوكيومنت ملفات، هنا الميوزك، هنا البكتشرز، هنا الفيديوهات اللي عندنا. اذا هاي المكان الافتراضي راح يكون هو اللايبراري. فحتى هسه اشوف التفاصيل الاخرى من اقدر اوصل لها من اورجنايز. اورجنايز هنا راح تعطيني عدة تفاصيل،
مثلا شوف مثلا تفاصيل اللير اوت، ايش راح تكون عندنا تفاصيل اللير اوت هنا اللي هي مستعرضة قائمة المجلدات من الاورجنايز، شنو فيها؟ فيها فيو، فيها تعليمات، هذه الصورة من كتابكم، وبها طريقة وصول سريع المجلدات، وبها تفاصيل شهادة الحالة، وبها الاسم والنوع والساعة وتاريخ الانشاء للفولدر اللي عندنا. اذا انا حتى افتح اي ملف هنا، انا مجرد النقر على الاوبن معناها راح يفتح لي هذا المجلد او الفولدر اللي عندي من هذه النقل. فالفايلات مخزنها الحاسوب بشكل ملفات، هذه تكون جزء مكان برمجي للحاسوب، وكل فايل قبل شوي مثل ما حكينا على الفايل الخاص بالوورد كان له اسم معين، وكان له اكستنشن معين، وكان له رمز معين يرمز لي انه هذه فايل وورد مثلا، او عندي فايل نصي تي اكس تي، او عندي فايل مال بريد الكتروني ايميل، او عندي فايل ملف اكسل اكس اي اكس ال اس، او عندي فايل من صفحه ويب اتش تي ام، وهكذا من امتداد الفايلات. وهذه كلها احنا متعرفين عليها مسبقا شنو يقصد بامتداد الفايلات. البي بي تي اللي هو الباوربوينت، البي بي تي اكس ملفات باوربوينت الاصدارات الحديثه اللي بعد 2003. بعد شنو عندنا نقدر نشوفه على سطح المكتب؟ عندنا الايقونات اللي هي اصغر مكون برمجي ممكن نخزن بها الملفات والمجلدات والبرامج، تكون على شكل رموز صغيرة. أول شيء نتعرف عليه اللي هو كمبيوتر إيقونة، هاي الإيقونة مال الحاسبة الرئيسية مال الكمبيوتر، ممكن نشوف بها الصفات مال الحاسبة اللي عندنا، وهذه بها كنا بارتيشنات السي اللي هو راح يدخلها بالنظام، والدي والإي والإف حسب التقسيم للبارتيشنات اللي احنا نريدها، يعني حسب تقسيم الذاكرة احنا نريدها. وعندنا مكانات الفلاش رام، وعندنا دي في دي، وأيضا عندنا أيقونة اللابتوب هذه الأخرى، وعندنا أيقونة الداونلود مال التحديث. المهم انه احنا نشوف لما نفتح الحاسبة على الديسكتوب الأيقونات المتوزعة، ونعرف كل أيقونة شنو هي الشغل اللي بيها وش نحتاج منها. احنا مثلا عندنا هنا اللوكال، لوكال دي السي اللي يحمل لنا النظام الرئيسي اللي عندنا. هنا بملفات، هذا بملفات، هذا التوزيع التقسيم اللي قسمنا الذاكرة فيها، وهنا عندنا المشغل مال الدي دي في دي. نرجع إلى الفولدرات، لما أفتح أي لوكال مثل مثلا هنا فتحنا لوكال جي، فلاحظ بي عدة فولدرات اللي أنا سيفتها خاصلتها هنا، ونلاحظ هاي الفولدرات كلها موجودة أمامنا. أي فولدر نحتاجه دبل كليك أو رايت كليك وأوبن، نقدر نفتح هذا الفولدر المطلوب. فنرجع إلى كتابنا، نشوف أيضا من جديد موجود عندنا بالديسكتوب أيقونة خاصة اللي هي أيقونة سلة المحذوفات اللي هي ريسايكل بين أيقونة. نلاحظ أنه هذه تعتبر شيرنا إلى جزء من القرص الصلب اللي يحتفظ لنا بالملفات او الفولدرات اللي حذفناها، انا ديليت، وهذه الملفات راح تبقى موجوده، اذا بقيناها راح تاخذ جزء من الذاكره، واذا ردنا ننقلها نرجعها ممكن نرجعها للمكان. اذا احنا مثلا خطأنا بالحذف نقدر نسترجعها، ونقدر نعطي MBT Recycle Bin معناها نفرغ هذه، ما نفرغ سلة المحذوفات نهائيا. فالحالة هذه لما نفرغها راح احنا نخفف من الذاكرة الموجودة عندنا، يعني الذاكرة المخزونة نخفف من أكثر بحيث يصير عندنا مساحات أوسع. نرجع إلى الريسايكل بن اللي هذا شكلها، اللي هي سلة المهملات يسموها، أفضل اسمها سلة المحذوفات أفضل، راح تكون هي مساحة مقطعة من القرص الصلب مثل ما حكينا قبل شوية. وهذه ممكن انه اي ملفات او فولدرات نعطيها ديليت راح تكون هنا موجودة. شو السبب تكون هنا موجودة؟ ربما انه الشخص يحتاج هذه الملفات ويسترجعها مرة اخرى، او ما يحتاجها نهائيا، بس هو كنظام صيغة نظام ترتيب النظام انه تجيبه تخليه ريسايكل بن. اذا ما يحتاجها نهائيا افضل انه دائما يسوون MBT ريسايكل بن، واذا نحتاجها ممكن انه انا
الريستور ارجع عليها، وهذا الريستور ايتم يرجعني الى نفس المكان بالضبط انا منين استقطعته، يرجعه بالضبط الى نفس المكان اللي استقطع من عندك. اذا هذه موجودة على سطح المكتب، الرمز مالتها هذا يكون، اذا كانت فارغة هالشكل يكون، اذا كانت ممتلئة هذا راح يكون شكلها. هنا ممكن اي عنصر احدده، اما سلكت سحب وافلاق ارجع للمكان، مثلا هذا جيم مسحته جدا هاي اريد ارجعه، او اذا اريد احس سحب وافلاق الداخل الريسايكل مثلا انحذف، اذا اريد ارجعه ممكن سحب وافلاق وممكن لا. بطريقة أخرى أقدر أسترجع هذا الأيتم اللي أنا حذفته. أما قلنا سحب ووضعها فلات ووضعها بالريسايكل بين، أو إنه مجرد أن رايت كليك على الفولدر هذا أو على المكان اللي راح أحذفه وأنطي ديليت. من أنطي ديليت تشرح لي كل، راح ينطيني فد رسالة معينة أي المسج المعين إنه ينتظر منا لما يعطي يكمل هذا الشريط الأخضر. إذا أنا ما أريد ديليت أنطي كانسل، وإذا لا أستمر أنا بحيث أنطي ديليت المطلوب. أنتظر بضع ثواني حتى تنحذف هذه الشيء اللي أريد، أو ممكن إنه أنا أضغط الماوس على العنصر اللي أريد أحذفه وأحدده وأقول له ديليت من لوحة المفاتيح، راح ينحذف الماوس بطريقة، راح يتحدد لي وأنطي يقول له أنت متأكد؟ Are you sure you want to move this folder to the recycle bin؟ أقول له yes، وفي الحالة هذه راح ينحذف يروح للريسايكل بن، وانتظر نفس الطريقة انه هذا راح يكون الشريط الاخضر يكمل عملية الحذف ويروح الى جانب الريسايكل بن. اذا حذف الملفات المجلدات حتى احذفها نهائيا من جهازنا، انه اذا بقت بالريسايكل بن راح تشغل لي مساحة من قص الصلب، فمن المفروض انه انا حتى ما اشغل هاي المساحة ايش راح اسوي؟ اسوي انبتي للريسايكل بن حتى اتخلص من اثر. اما النقل المزدوج الها واروح احدثهم واحذفهم، يعني انطي ديليت احدد كلهم كل الموجودات في ريسايكل بن، او اقول انبتي اللي احنا متعودين عليه انبتي ريسايكل بن، راح ينطينا الصيغة انه فعلا تريد تحذف هاي العناصر، راح اقول له نعم موافق انا احذف هاي العناصر اللي اريدها. وفي الحالة هذه مجرد الانتظار راح كل هذه البرامج اللي اريدها نتخلص من عدها دون رجعها، بحيث تصير عندي ذاكرة يعني مو ممتلئة. اذا عفتها راح تكون هذه ذاكرة عندي ممتلئة. شو وقت ترجع هذه البيانات؟ ما نقدر نرجعها، راح تنحذف نهائيا، الا اذا انه اكو بعض الفنيين اللي في صيانة الحاسوب ممكن يستعيد بعض البيانات والملفات طريقة أخرى. يعني شلون بالموبايل عندنا صور نحذفها واستعادة الصور في نزل برامج معينة يستعيد لنا الصور أو يستعيد لنا الملفات، ممكن بنفس الطريقة هذه بس اللي يمارسها الفنيين المحترفين. الطريقة الثانية حتى نحذف فيها نعطي شفت ديليت، الضغط هذه عليهم اثنيناتهم فرشاح يعطينا المسح، وايضا تجينا رسالة انه هل توافق على المسح من جديد؟ اقول له انا موافق، نفس الشريط الاخضر راح يطلع عنا وراح تنحذف ويكون تفريغ عنا الى فلة المحذوفات. الام بي تي سايكل بن هذه حكيت عنها قبل شوية. في الحالة هذه اليوم احنا شرحنا الفولدر وين ممكن نلقى الفولدر وش كان نحذفه وكيف نسترجعه، وتحدثنا عن سايكل بن. اذا اليوم كانت محاضرتنا هي عن الفولدرات اللي ممكن تكون اكسل، ممكن تكون باوربوينت، ممكن تكون وورد، ممكن تكون ماتلاب، ممكن تكون اي شيء من دولي اللي عندنا. وهذه لما نحذفها عرفنا وين نوديها للريسايكل بن وكيف نتخلص منها. اليوم المسارات اللي عندنا اللي تعلمناها من الريسايكل بن هي افراغ سبب المحذوفات، استعادة ملفة في طريقة يكون، اما صحبة وفلات اعطينا طريقتين فيها، او استعادة جميع الملفات. هذه ان المسارات ضرورية للحفظ ومطلوبة من عندكم. كل اللي اتمناه عليكم اليوم
الأشياء كلها اللي حكيناها. صح اليوم كان صدي صحيح سريع، أه حتى لأن هذه كلها إحنا مر علينا، كانت اليوم مراجعة المحاضرات السابقة اللي عندنا. فالكل أتمنى عليكم تطبقون كل الأشياء اليوم اللي ذكرناها على حواسيبكم، وتستذكرون وياي المراجعة هذه. أشكر حسن استماعكم، ممنونة جدا من عندكم من تواصلكم معي. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة من عندكم، وأنا جدا ممنونة. إلى اللقاء في محاضرة أخرى. كان متحدث معكم المدرس مع محمد.